مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عربي الماني. انا عامر، واليوم حابب بلش المقابلة او التعريف عن الضيف بكم بيت من قصيدة القاها احد الشعراء اللي انا بعتبرهم يعني كتير كتير اعزاء على قلبي، وتقريبا قبل 7 سنين. وباخر القصيدة قال: يا ايها الباكي وراء السور، احمق انت أجننت، لا تبكي عينك أيها المنسي من متن الكتاب، لا تبكي عينك أيها العربي، واعلم أنه في القدس. من في القدس؟ لكن لا أرى في القدس إلا أنت. عبد العفو بسام، أهلا وسهلا فيك من مدينة القدس. عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. يا أهلا وسهلا فيك أخي عامر، وأنا يعني سعيد جدا في هاي المقابلة، وسعيد جدا في أني تعرفت على شخص رائع مثلك. شكرا كثير لك، وشكرا لوقتك يعني اللي منحتني اياه، وعلى رغبتك بعمل المقابله، باعتبار انه يعني انا عملت مقابله مع شخص ممكن هذا الشيء اللي عملته او المقابله اللي عملتها يعني عملت شويه ضجه واثارت الاراء، الكثير من الاراء يعني، باعتبار انه هو هذا الشخص فلسطيني، ولكن هو مع الموضوع اللي احنا بدنا نحكي فيه واللي هو التطبيع مع اسرائيل. فانا لذلك حبيت اني اخذ الفكره من شخص عايش بقلب هذا الجو، موجود معهم، عم يعيش معهم وعم يشوف شو عم يصير، وبيقدر يحكي عن شعوره، بيحكي عن تجربته من الداخل. فانا لي الشرف الكبير اني استضيفك عندي عبد العفو. شكرا كثير لك عبد العفو. الله يزيدك شرف إن شاء الله. شكرا عبد العفو. لكل الناس اللي ما بتعرفك، تخيل معي انه انت موجود بحفل وبيجي شخص لعندك وبيحب يتعرف عليك، فكيف بتعرف عن حالك بوضعك الاجتماعي بوضعك العملي؟ مين هو عبد العفو بسام؟ طيب يعني بكلمات بسيطة، يعني أنا بحب أعرف عن حالي إن أنا عبد العفو بسام، شاب مقدسي عايش في مدينة القدس. الحمد لله رب العالمين، ولدت في مدينة القدس وعشت فيها وتربيت فيها ولا زلت فيها. هاي المدينة العزيزة على قلبي زي ما هي عزيزة على قلوب الملايين من المسلمين. الملايين حول العالم بيتمنوا لو يشوفوا القدس أو يزوروها، فيعني نعمة كبيرة إني أنا ولدت فيها. ومن هون حسيتها مسؤولية جدا كبيرة بإني أنقل صورة مدينة القدس وأنقل أخبار مدينة القدس للعالم، فهذا كان سبب كون شخصية عبد العفو. عمري 28 سنة، متزوج قبل طفلين. من حوالي 10 سنوات أنا موجود على السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي بكاميرتي البسيطة، بنقل صور من المسجد الأقصى المبارك، بنقل أحداث اللي بتصير بمدينة القدس. وعندي هدف بسيط اللي هو أني أوصل صوت مدينة القدس لكل العالم، بداية من الفلسطينيين اللي لاجئين خارج فلسطين، اللي هم فلسطينيين فقط في الأسم لكن عمرهم ما شافوا فلسطين أو دخلوها، وأيضا كمان العرب والمسلمين اللي هم بربطهم في مدينة القدس علاقة دينية وعلاقة تاريخية، وأيضا يعني هم منعوا بحكم الاحتلال من الوصول إليها. فهون يعني وجدت هذا الهدف اللي هو نقل صورة القدس لكل العالم. عبد العفو، مشان لحتى نحن مباشرة نفوت بموضوعنا اليوم، وحابب بلش معك أنا بموضوعنا من نقطة أنت لفت لي نظري فيها، واللي هي موضوع الهوية، وخبرتني أنت شلون بتعيش وشو الهوية اللي معك. فبتخيل أن هذا الشيء وهي النقطة يعني هي نقطة كتير كتير مهمة لكل الناس اللي حابين يعرفوا الناس المقدسيين اللي عايشين بمدينة القدس شو وضعهم.
لأنه في كتير ناس سألوا إنه شو الفرق بين الناس اللي عايشين بمدينة القدس والناس اللي عايشين بمدينة غزة وبالضفة، وشو الشيء اللي بيميزهم يعني مثلا. فلذلك إذا بتشرح لنا الشرح اللي شرحت لي إياه، وبتمنى إنه الناس تقدر تفهمه يعني، وتخبرني أنتوا شلون عايشين أو شلون وضعكم بالنسبة لموضوع الهوية. والله بصراحة يعني أنا راح أحاول بكلمات بسيطة وبدقائق قليلة إني أشرح لك وضع معقد جدا جدا. يعني يكاد الفلسطيني نفسه ما بفهم هذا الوضع اللي هو عايشه. يعني أنا كمقدسي أحيانا بسرح وبقول يعني إيش الحالة اللي إحنا عايشينها. فأنا بتفهم تماما بأنه كتير من الناس اللي راح تسمع هذا الكلام هي راح تتفاجأ فيه، لأنها أول مرة بتعرف هاي التفاصيل اللي ما بينقلها الإعلام. يعني الإعلام ممكن ينقل خبر لحدث صار، ولكن ما بينقل التفاصيل أو الوضع الدقيق لكيفية حياة المقدسي، الأمور القانونية اللي بتحيط فيه. شوف، بداية في فرق كبير، رغم إنه كلنا فلسطينية، في فرق كبير بين الحالة القانونية للمواطن اللي بيعيش في داخل مدينة القدس، والمواطن اللي بيعيش في الضفة الغربية، والمواطن اللي بيعيش في قطاع غزة، وأيضا المواطن اللي بيعيش في الداخل الفلسطيني. اليوم إحنا بنتحدث عن 4 أنواع من الفلسطينيين. تمام، خلينا نبلش من الداخل الفلسطيني. الداخل الفلسطيني تقريبا تعدادهم 2 مليون، 2 مليون فلسطيني بيعيشوا تحت ما يسمى دولة إسرائيل. كيف وجدوا؟ اللي هم في لهم مسميات كثيرة ومسميات عديدة. عرب 48 يسمون بعرب إسرائيل، وطبعا هاي التسمية اللي تطلق عليهم لا يعني إنها صحيحة، ولا يعني إنه يعني إنه قد يعني يختلف معها أهل الداخل الفلسطيني نفسهم أو يرفضوها لأنها بتسلخهم من هويتهم. وهون بننتقل لنقطة ثانية ممكن نناقشها لاحقا. أهل الداخل الفلسطيني هم فلسطينيين بقوا في أراضيهم وقراهم عند احتلال فلسطين في عام 1948. اللي طلع برا فلسطين واللي لجأ إلى يعني الدول المجاورة خلاص طلع برا فلسطين، لكن هدول بقيوا في فلسطين. فأقيمت وأعلنت قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأعطوا مرغمين الجنسية الإسرائيلية. هذا يعني إنهم اليوم صاروا هم وذرياتهم كلها مواطنين إسرائيليين بحسب القانون وبحسب الحقوق، وخلص يعني يحملون جواز سفر إسرائيلي وجنسية إسرائيلية وهوية إسرائيلية. فهو فلسطيني بالأصل فقط. تمام، هم فلسطينيون بالأصل فقط، لكن هو يعرف أمام كل العالم كإسرائيلي. هاي الفئة الأولى. ننتقل للفئة الثانية. الفئة الثانية هي الفلسطينيين في الضفة الغربية اللي هم بيحملوا جواز السفر الفلسطيني والهوية الفلسطينية، وجدوا في مناطق الضفة الغربية، رام الله، طول كرم، جنين، نابلس، الخليل، وكل مناطق الضفة الغربية، وبيعيشوا تحت حكم السلطة الفلسطينية. الشيء اللي بيميز أو بخص هدول الفئة اللي هم الفلسطينيين تحت السلطة الفلسطينية، إنهم ما بتمكنوا من زيارة باقي أنحاء فلسطين، ما بيستطيعوا دخول القدس ولا بيستطيعوا دخول مناطق الداخل الفلسطيني، حيفا وعكا ويافا وكل المناطق، ولا حتى غزة. فهم موجودين في بقعة محددة من فلسطين. في غزة أيضا بيعيشوا تحت حكم حكومة فلسطينية أخرى مختلفة عن حكومة السلطة الفلسطينية اللي هي حكومة غزة، وما بيستطيعوا أنه يخرجوا من غزة، وبالطبع بيحملوا الهوية الفلسطينية وجواز السفر الفلسطيني، لكن هم بيعيشوا بغزة فقط. نوصل نهاية إلى مدينة القدس. إحنا في مدينة القدس مختلف تماماً الوضع القانوني إلنا. أنا كمقدسي فلسطيني من أم فلسطينية وأب فلسطيني، لا أحمل أي وثيقة أبداً تثبت أني فلسطيني. وهون ممكن تبلش الغرابة. يعني أنا لا أحمل جواز السفر الفلسطيني ولا هوية فلسطينية. راح يعتقد اللي بيسمع هذا الكلام أني أحمل جواز سفر إسرائيلي أو هوية إسرائيلية. وهون بنحكي انه كمان لا، كمان ما بحمل هوية إسرائيلية ولا جواز سفر فلسطيني. انا بحمل، يعني انا ما معي جنسية إسرائيلية، وكمان بنفس الوقت ما معي فلسطينية.
فإحنا بنحمل بطاقة إقامة مؤقتة بتعطينا إياها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اللي هي بنستطيع من خلالها التعريف عن شخصيتنا، يعني هي مثل طبيعة أي بني هوية آدم. فقط، يعني مثل فقط هوية هوية، يعني. هي هوية تماما. ولكن ما فيها، هي بدون جنسية أو رقم وطني، هي فقط للتعريف عن شخصك، من أنت؟ يعني أنا مثلا مقيم بألمانيا، ألمانيا بتعطيني هوية إقامة فقط إنه أنا مقيم فيها، 100% تماما، ولكن لا يمكن يعني أنك ألماني. تماما لا يعني إني ألماني، ولكن فيها رقم وطني، يعني عرفت شلون، داخل الحكومة الألمانية. يعني تخيل انه هويتي الشخصية، يعني حتى في عليها تاريخ انتهاء، انت مجبر انك تروح تجددها كل فترة، وفي حال لاسباب يعتبرها الاحتلال الاسرائيلي امنية يتم سحب الاقامة منك ومنعك من التواجد في مدينة القدس، وصارت في الكثير من يعني الاشخاص وحتى مع عائلات كاملة. يعني لا نحمل أي جواز سفر فلسطيني أو هوية فلسطينية ولا جواز سفر إسرائيلي أو جنسية إسرائيلية. نستطيع التنقل خارج فلسطين من خلال وثيقة أردنية اللي هي جواز سفر أردني مؤقت، بحكم أن مدينة القدس كانت قبل عام 1967 تحت يعني الحكم الأردني، قبل احتلالها من الاحتلال الإسرائيلي، قبل النكسة. فالأردن يعني تعطي المقدسيين وثيقة أردنية نستطيع من خلالها التنقل خارج فلسطين إلى الآن، وزيارة إلى الدول الآن. العربية. نعم حتى الآن، ولكن هي أيضا ليست جنسية أردنية، يعني نحن لسنا مواطنين أردنيين، ولا يوجد فيها رقم وطني. يعني أنا يعني حتى الأردن تعاملني كفلسطيني. وأكثر ما يؤلمني فيه شخصيا، وبتمنى هاي الجملة لحالها توصل للمستمع أو المشاهد، بأنه أنا فلسطيني لا أحمل أي شيء يثبت فلسطينيتي، غير أني يعني أنا أعلم أني فلسطيني وولدت في هذا الأرض، في هذه الأرض، وأنا ابن هذه الأرض. صحيح. بصراحة شيء يعني هيك شيء جدا غريب، يعني شرحت لي اياه غريب انت، غريب صح. شرحت لي اياه بالمكالمة اللي حكينا فيها. يعني انا كثير استغربت، يعني قديش الشخص، قديشنا اشخاص نحن يعني بنحاول انه نكون قريبين من القضية وبنعرف عنها وما الى هنالك، ولكن هاي المعلومة انا بتخيل يمكن 5% فقط من العرب بيعرفوها. يعني أنا عايش في القدس ومهدد في كل يوم وفي كل لحظة أنه ممكن ببساطة الاحتلال الإسرائيلي يسحب منك في حال عدم رضا عنك حقك في إقامتك في أرضك. عبد العفو، نحن هلأ يعني أخذنا لمحة صغيرة، يعني ما تعني كلمة مقدسي، ولكن يعني أنا اللي الشيء اللي كتير حابب أعرفه منك هو بالضبط موضوع التطبيع، الدول العربية مع إسرائيل كدولة ومع الثقافة تبعها، وبنفس الوقت كمان يعني في كتير من الأشخاص اللي هن عرب من دول عربية مختلفة، بتخيل يعني أخذوا هاي الميزة اللي هي التطبيع مع إسرائيل إنهم يجوا يزوروا المسجد الأقصى ويزوروا مدينة القدس. أنا بتخيل إنه هدول الأشخاص كانوا فيهم يبعدوا عن المشاكل ويروحوا يزوروا تل أبيب، يروحوا يزوروا مدن تانية، يعني نسبة المواطنين الإسرائيليين أكبر من نسبة المواطنين الفلسطينيين، بحيث ما يتعرضوا للمشاكل. ولكن هن عم يحاولوا انه يجوا كرمال يزوروا المسجد الاقصى ويزوروا مدينه القدس اللي هي مثلا بتعني لهم، وبنفس الوقت هن بيواجهوا ناس كتير هن حيعرفوا اكيد انه هذول الاشخاص اجوا على مدينه القدس او استطاعوا انه يجوا فقط لانهم قبلوا بالتطبيع. فانت شو رايك بهذا الشيء؟ انت برايك انه هدول الناس يلاموا على هذا الشيء، ولا لانهم اجوا لانه هن جايين يزوروا مدينه القدس وبيعرفوا قدسيه هي المدينه وبيعرفوا اهميه المسجد الاقصى، انه هن بالفعل لازم يلاموا على هذا الشيء؟ بالفعل انه هن لازم ينبزق عليهم، يبصق عليهم او ينطردوا من المسجد او شو رايك انت بهذا الكلام؟ طيب احنا خلينا نبلش موضوع التطبيع من بدايته قبل ما نوصل لنتائج او المحصلة اللي ممكن تاخذها الدولة المطبعة، بانه يعني مواطنيها يستطيعوا زيارة فلسطين والقدس. لكن خلينا احنا نروح لبداية الموضوع ولما خلف يعني موضوع التطبيع. بداية
يعني بمتابعتي للكثير من النقاشات على وسائل التواصل بما يخص موضوع التطبيع، بشوف إنه للأسف ما بعرف يعني إذا هو الإشي هل هو مقصود من جهات معينة أو هو لسوء يعني تعبير من الشعوب. على تويتر مثلا وعلى فيسبوك بيتم الانجرار ل يعني مواجهة مباشرة بين مؤيدين التطبيع والناس ضد التطبيع من الشعوب نفسها، وبوصل الحال للسب والشتم والتخويم. فمن هون أنا بحب أنه أنوه لموضوع جدا مهم بما يخص موضوع التطبيع، بأن رفضي ورفض الفلسطينيين للتطبيع هو رفض اللي بتعمله الحكومة، وهذا لا يعني أبدا رفض الشعوب نفسها. يعني رفضي للتطبيع الإماراتي مثلا أو البحريني أو أي دولة لا يعني لرفضي للإماراتيين أو البحرينيين، بالعكس تماما، إحنا بنحب الشعوب وبنقبل الشعوب دائما وبنتمنى لو إنه هاي الشعوب تجينا على فلسطين، لكن كيف تجينا على فلسطين؟ أنا بشوف إنه موضوع التطبيع هو يتجاوز موضوع زيارة المسجد الأقصى، تطبيع من جعل الأمر الغير طبيعي كأنه طبيعي. اليوم هو علاقة هذه الحكومات مع إسرائيل لا تعود أبدا على الفلسطينيين بأي نفع بقدر ما تعود على الإسرائيل، على إسرائيل وعلى الإسرائيليين بالنفع، لأنها بتجعل من احتلال لأرض فلسطينية ولأرض إسلامية ولأرض عربية هو أمر واقع مقبول تماما في كل يعني هاي الدول اللي بتحاول تطبع العلاقات مع إسرائيل. فمن هون بتجي خطورة التطبيع، لما أنا بطالب برفع الاحتلال عن يعني المناطق المحتلة من القدس وفلسطين، فيعني إقامة العلاقات والعلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية والعلاقات الثقافية مع هذا المحتل هو بينهي أي احتمال وأي يعني بصيص أمل لإقامة دولة فلسطينية على يعني أراضينا المحتلة. يعني أنا بشوف الموضوع يعني يتجاوز تماما موضوع مجرد يعني اختزاله بمجرد زيارة وأداء الصلاة في المسجد الأقصى. لكن أنا بحب أعرف من نظرتك أنت يا عبد العفو، باعتبارك أنت شخص مقدسي ولدت بهاي المدينة وعايش بهاي المدينة، وأنت عندك هذا الاهتمام أنك توثق هاي المدينة من خلال الكاميرا تبعك، أنت برأيك يعني هذا الشيء اللي عم يعملوه المواطنين اللي هن منسوبين للدول اللي عم تطبع مع دولة إسرائيل، هل هن يعني هذا الشيء اللي عم يعملوه بمجيئهم للمسجد الأقصى أو لدولة أو لمدينة القدس هو خطأ بحد ذاته؟ شوف، خليني أكون معاك واضح تماما، بأن حتى اللحظة الوفود، وهذا إشي أنا بحكي لك من شهادة حية من ابن مدينة القدس وابن المسجد الأقصى اللي شفت بعيني، الوفود الإماراتية اللي وصلت للمسجد الأقصى بحماية إسرائيلية ودخلت إلى المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكانت أصلا في استضافة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية، وقاموا بزيارة الكنيسة الإسرائيلي وزيارة تل أبيب، ثم أجوا إلى المسجد الأقصى. أنت تقول أو تسألتني سؤال، هل يستحق الطرد أو البسق؟ أقول أنا بكل ثقة نعم يستحق، بكل يعني عفوية من أي فلسطيني أو أي مقدسي يعيش في مدينة القدس ويعيش في المسجد الأقصى المبارك، بشوف المحتل اللي بيغلق المسجد الأقصى المبارك، اللي بدنس المسجد الأقصى المبارك يوميا، اللي بيعتدي على الشيوخ، بيعتدي على النساء، بيعتدي على الأطفال، اللي إحنا بنعاني من الاعتقالات الدائمة من هذا الاحتلال، يعني ما لا يخفى على أحد الجرائم اللي بيقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسين وبحق الفلسطينيين. فلما أشوف أنا بغض النظر عن أي جنسية كانت أو أي يعني عربي كان جاء يعني وحط إيده بإيد هذا المحتل ودخل إلى المسجد الأقصى المبارك تحت حماية هذا المحتل، يعني ألا يحق لي أني أنا كابن المسجد الأقصى أو كابن هذا الأرض أني أرفض
يعني ما بعتبره خذلان. يعني إحنا كنا دائما نستنى وجود أو اللحظة اللي بده يجي فيها العرب والمسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك محررين وقد رفع الاحتلال عنه، لكن أنا أشوف إنه جاءوا من بوابة الاحتلال الإسرائيلي وبحماية الاحتلال الإسرائيلي. يعني عبد العفو كمواطن مقدسي بيشوف انه اي شخص بيجي عن طريق اسرائيل هو شخص يعني غير مرغوب به، خلينا نقول بمدينة الاقصى باعين الفلسطينيين. ويعني انا بتخيل انت عم تقول تفضل انه الوفد اللي هو موجود اليوم بمدينة القدس تحت غطاء اسرائيلي، بتخيل انا يعني انت وانا فينا نعرف ليش هذا الشيء موجود، لانه هن خايفين من انه يكون في اعتداء من اي شخص عليهم باعتبار انه هن جايين من خلال موضوع التطبيع. فبرأيي انه هذا هو يعني هذا هو السبب اللي موجود فيه مثلاً حراسة، خلينا نقول حراسة أمنية لهذا الوفد، مزبوط؟ يعني أعتقد أنه الموضوع من وجهة نظر أنه قد يكون صحيح أنه هو حماية لهذه الوفود، لكن يعني خلينا نشوف الموضوع بطريقة أو بزاوية شوية أبعد. هو برنامج الزيارة كله هو برنامج يعني مبني على إقامة العلاقة الكاملة أو التطبيع الكامل في شتى المجالات مع دولة تحتل يعني مدينة فلسطينية أو دولة فلسطينية أو أرض عربية. أعتقد أنه لطالما من عشرات السنوات كل العرب اتفقوا على القضية الفلسطينية، يعني لغاية آخر 4 أو 5 سنوات قبل ما نسمع موجة التطبيع الكبيرة اللي عمالها بتصير. طبعا ليش أنا بقول 4 أو 5 سنوات؟ لأنه يعني المطلع على الإعلام كان بيشوف أو بحس أنه التطبيع اللي صار في آخر كم شهر كان بيتم التمهيد له من سنوات طويلة، نعم 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 وهو بس فقط يعني عبارة عن جولة من الجلسات والمفاوضات السرية هي طلعت للعلن في مؤخرا. نحن كأشخاص عبد العفو يعني بنكون نحن مؤمنين بفكرة معينة بغض النظر شو هي الفكرة وبأي مجال، ممكن نكون مؤمنين بفكرة معينة ومنحارب كرمالها، ومع الأيام ومع الأشهر ومع السنين ممكن نغير في أفكارنا ونقول إنه هاي الفكرة اللي أنا كنت معتنقة يعني ما عادت هي نفس الفكرة اللي أنا هلأ بفكر فيها، باعتبار أني أنا شفت عم شوف الصورة عم تكبر، يعني عم شوف الصورة أكبر، ما عم شوف بس يعني ما عم شوفها من زاوية محددة مثل ما قلت، وإنما عم كرمالي عم برجع لورا وعم شوف الصورة أكبر وأكبر، فلذلك عم تتغير كمان مع هذا الموضوع معتقداتي أو عم تتغير الأفكار اللي أنا عم فكرها، فلذلك ممكن هذا الشيء اللي صار معهم باعتبار إنه يعني أنا ما بعرف أنت شو إحساسك عبد العفو، بس أنت برأيك هذا الكلام اللي أنت قبل دقيقة قلته إنه أنت بتفكر إنه العرب ممكن يفوتوا محررين، ممكن هذا الشيء لسه يصير إنه يصير عن جد حرب كرمال إنه يقدر العرب يفوت ويحرر مدينة فلسطين أو مدينة القدس وفلسطين كبلد كامل؟ شوف أنا راح يعني جوابي راح يكون وفقا لمبادئي ووفقا لقناعاتي اللي أنا فعلا مقتنع فيه، واللي هو يعني بصراحة هو مش كلام إنشائي ولا كلام يعني لمجرد إنه خلينا نقول استعراضي. أنا أؤمن فعلا بأنه الاحتلال الإسرائيلي قام على ظلم وقام على تهجير لأصحاب الأرض الأصليين وقتل وسفك للدماء ويعني ومسح يعني دولة يعني كاملة لإقامة وطنه. فأنا يعني مؤمن بأن الظلم لا يدوم، والتاريخ يشهد بأنه مهما يعني كان أعمار الدول بالنهاية يعني مصيرها أن يعني تنتهي وأن تتغير الحال وأن يتبدل. طبعا متى وكيف هذا يعني في علم الغيب يعني إحنا، لكن اللي بنتمناه دائما بأنه نضل ثابتين على مبادئنا وتضل يعني شوف يعني انت بتحكي لي انه مع يعني مع تطور الفكر ومرور السنوات الصورة تتسع، بس ولكن احيانا يعني الخطوط الحمراء بتضل حمراء، يعني بالنهاية
انت اليوم عمرك 20، بكره 30، بعده 40، فكرك بينضج وافكارك تتغير ومبادئك احيانا بتتطور، ولكن الخطوط الحمراء يعني الخطا بضل خطا والحرام بضل حرام والحلال بضل حلال، يعني في خطوط حمراء ما بتتغير. لا يعني انه المسجد الاقصى المبارك اللي هو مسجد للمسلمين ومسجد اسلامي خالص، مع مرور السنوات يعني وحرص اليهود على اخذ قطعه من المسجد الاقصى المبارك او تحويله لكنيسه اليهودي، معناها انه يصير الامر طبيعي او عادي. يعني هم بيحاولوا من سنوات طويله، من عشرات السنوات، وحتى اليوم ما قدروا ينجحوا. هذا لا يعني انه استسلم للامر الواقع، وانا اعتقد بما يخص موضوع التطبيع انه الدول هاي هي نظره فقط لمصالحها، وقد يحقق لها التطبيع مصالح سياسية، مصالح اقتصادية أو نفوذ معين، لكنه على حساب الحق الفلسطيني وعلى حساب القضية الفلسطينية. تماما، وأنا هذا الشيء اللي أنا حابب يعني أحكي فيه هلأ يعني، وهذا الشيء اللي لفت النظر له الخبير بعلم النفس أحمد منصور بموضوع أنه هدول الدول اللي طبعت أو اللي بدها تطبع أو اللي لسه عم يفكروا بدهم يطبعوا أو اللي من زمان مطبعين، فكرت بمصلحتها الشخصية. هل هي الاستفادة حقا فقط إسرائيلية ولا العرب، الدول العربية كمان رح تستفيد من إسرائيل؟ والله أنا شوف، يعني أنا رح أجاوب من وجهة نظري كمواطن فلسطيني بسيط. يعني أنا بالنهاية مش خبير سياسي بإني طبعا. يعني أنظر لأبعاد الأمور أو خبير اقتصادي أو كذا، ولكن يعني رؤيتي لموضوع التطبيع بأنه استفادة إسرائيل من التطبيع مع الدول العربية كفرض وجودها كأمر واقع هي أضعاف استفادة هذه الدول العربية. وبعطيك على هذا المثال الأردن اللي طبعت من عشرات السنوات، ومصر اللي طبعت من عشرات السنوات. هل تحولت الأردن لبلد أوروبي مثلا، أو هل تحولت مصر أو استفادت من هذا التقدم التكنولوجي اللي بتمتاز فيه إسرائيل؟ وبعدين يعني هل إسرائيل هي الدولة اللي يعني هل يعني قدرتها التكنولوجية بتفوق الدول الأوروبية؟ النظرة لإسرائيل هي نظرة جدا مبالغ فيها. إسرائيل تتعامل بالبروبوغندا الإعلامية الكبيرة اللي بتحاول هي من خلالها إنها تظهر نفسها كأكثر الدول تطورا وأكثر الدول تصنيعا يعني خلينا نحكي للمعدات، وأكثر الدول تصديرا وأكثر الدول. وأعتقد إنه بحكم يعني إني أنا عايش في قلب هذا البلد، الموضوع ليس تماما يعني كما يتم التحدث عنه، ولا أعتقد إنه الإمارات على سبيل المثال بحاجة لهذا الكم الكبير من التطور التكنولوجي، يعني إنها تعمل لها نقلة نوعية مثلا. فهمان عليك. طيب عبد العفو، باعتبارك أنت بتعيش بمدينة القدس، وأنا من خلال البحث اللي عملته وخاصة باللغة الألمانية، في شغلة كتير لفتت نظري، وهي وخاصة وقت أنت تبحث عن شيء من نظرة لغة تانية أو عقلية تانية، وخاصة الألمان عندهم يعني عندهم قصة كتير طويلة وشائكة مع اليهود والشيء اللي صار بالحرب العالمية الثانية أو قبل الحرب العالمية الثانية والشيء اللي عملوه مع اليهود وما إلى هنالك. فاللي لفت نظري موضوع الأرثوذكس اليهود واللي بعيشوا بمدينة القدس وموضوع الصهيونية. بالنسبة لك عبد العفو، أنت كشخص عايش بهاي المدينة، أنا ما بعرف بالضبط كيف هي العيش المشترك أو أنه في جيران، أنتوا جيران أو ما إلى هنالك، ولكن بالنسبة لعبد العفو كشخص مقدسي، في فرق بين الشخص اليهودي والشخص الصهيوني؟ رح أحكي لك نقطة صغيرة بالنسبة لكيفية العيش في مدينة القدس، أعتقد أنه مهمة جدا يعني تنويه إلها. في مدينة القدس بتتكون من يعني أحياء، خلينا نقسمها لثلاث أقسام: أحياء يهودية بالكامل، وأحياء عربية بالكامل، وأحياء مختلطة.
الأحياء اليهودية بالكامل غالبا هي موجودة في الشق الغربي من مدينة القدس، لأنه غرب مدينة القدس احتل بالكامل قبل عام 1967. في عام 1948 فهجر كل القرى في غربي القدس ويقطنها اليهود، وبنوا قرى كاملة ومدن كاملة. فهو يعني تقريبا، يعني أعتقد أنه أكثر من 95% من سكان غربي القدس هم يهود. تمام. في شرقي القدس هناك أحياء فلسطينية بالكامل لا يقطنها يهود أبدا، وفي أحياء مختلطة مثل البلدة القديمة في مدينة القدس، موجود فيها يهود وموجود فيها مسلمين، سلوان يعيش فيها اليهود والمسلمين. يعني أحيانا بيكون في يعني يهودي وجاره مسلم أو فلسطيني، وهذا عايش في بيته وهذا عايش في بيته، لا يعني أنه تربطهم علاقة محبة أخوة، يبقى محتل والعلاقة غالبا يعني تكون متوترة، يعني ما في يعني علاقة جيران، لأنه الوضع مختلف في مدينة محتلة يعني أنت تعيش. موضوع اليهود والأرثوذكس والصهاينة، بداية المجتمع اليهودي اللي يعيش في فلسطين هو مجتمع يعني متنوع، ومجتمع في يعني لا أبالغ إذا قلت عشرات الطوائف، عشرات الطوائف الدينية، عشرات مثل الطوائف الدين الإسلامي خلينا نقول فيه كمان يعني، عدة طوائف. وأكثر بأضعاف، أكثر من الدين الإسلامي. يعني عندهم طوائف لا تتفق مع بعضها، طوائف تعادي بعضها، طوائف يعني تهاجم بعضها البعض. هاي الطوائف المتدينين اليهود. العلمانيين أيضا طوائف، يعني لك أن تتخيل في فلسطين العلماني مع المتدين اليهودي ما بيعيشوا في نفس الحي أبدا. العلمانيين عندهم أحياء والمتدينين عندهم أحياء خاصة. المتدينين عندهم مطاعم خاصة، عندهم مواصلات، عندهم مستشفيات خاصة. فبالنسبة لي كفلسطيني، أنا أعتبر أنه كل يهودي يعيش في فلسطين هو محتل. كل يهودي يعيش في فلسطين هو محتل لهذه الأرض، وكل يهودي هو أخذ مكان فلسطيني أصلي في هذه الأرض. تمام. مع العلم أنه يعني أنا أعلم تماما بأنه اليهود الأرثوذكس المتدينين يرفضون أن يخدموا في الجيش الإسرائيلي، ما بيخدموا في الجيش أبدا، بيرفضوا الكثير من يعني قوانين دولة إسرائيل. في فئة منهم، فئة صغيرة جدا هي موجودة في القدس، تسمي نفسها ناتوري كارتا، ترفض قيام دولة إسرائيل وتدعو للعيش حتى أنها ترفع العلم الفلسطيني وتلبس الحطة الفلسطينية رغم أن دينهم يهودي، وتدعو للعيش تحت دولة فلسطين. تمام. النهاية فلسطين كبلد هي مالها دين، هي بلد ضم طبعا طبعا من قبل التقسيم ومن قبل الحرب ومن قبل 48 ضم الديانة المسيحية، الديانة الإسلامية، الديانة اليهودية، لذلك يعني هذا الشيء بتخيل طبيعي يعني. طبعا طبعا طبعا. وفلسطين احتوت على جميع الديانات. يعني قبل عام 1948 يوجد مدن كاملة أو قرى كاملة كلها مثلا ديانتها مسيحية، يوجد قرى كاملة كلها ديانتها درزية حتى اليوم. يوجد يعني فلسطين يعني تمتاز دائما بالتنوع الديني والتنوع الجغرافي والتنوع في كل شيء. موضوع الصهيونية واليهودية، أعتقد أن في داخل فلسطين باعتبار أن كل يهودي يعيش في فلسطين هو محتل لهذه الأرض، يعيش تحت حكم دولة هذا الاحتلال الإسرائيلي، وهو يعيش مكان فلسطيني. لكن خارج فلسطين، طبعا خارج فلسطين هون يعني النقاش يتسع حول اليهودي والصهيوني. يوجد الكثير من الصهاينة خارج فلسطين يدعمون الاحتلال الإسرائيلي ويدعمون دولة إسرائيل، لكن ديانتهم ليست يهودية. تمام. ويوجد الكثير من اليهود أيضا، وشفنا الكثير من العينات، وأنا يعني قابلت العديد منهم وبشكل شخصي لي أصدقاء منهم، ديانتهم يهودية لكنهم ضد الفكر الصهيوني وضد يعني ما تفعله دولة إسرائيل ويفعله الاحتلال الإسرائيلي. يعني طبعا احنا نرفض الصهيونية بكل أشكالها، ك ك ك يعني فكرة جاءت
لإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، واليوم تدعم من كبرى يعني دول العالم. عبد العفو، مثل ما انت ولدت بهذا البلد اللي انت ما اخترته، انت ولدت بهذا البلد ونحن ما بنختار وين بنولد ولا اي دين ولا اي عقلية ولا اي عادات وتقاليد ننتمي. يعني اسرائيل موجودة بفلسطين او خلينا نقول بالقدس كمان من سنة 48 او 67، ف من هداك الوقت لهلا مرق اكثر من 80 50 60 سنه، فاجيال نعم اجيال أجيال ولدت، اجيال ولدت من اليهود ولدت بهي البلاد. فهن بالنسبه لهم، تخيل معي هلا، خلينا نتخيل انه صار في حل، تمام، وهدول الاسرائيليين رح يطلعوا من فلسطين، وفلسطين رح ترجع مثل ما كانت قبل 48 دوله فلسطينيه كامله. هدول الأشخاص اللي ولدوا بقلب فلسطين واللي هن بيعتبروا حالهم إسرائيليين، ولدوا بهي الدولة وعاشوا فيها وما بيعرفوا غيرها، هدول شو مصيرهم؟ أنا راح أعطيك الموضوع من الجهة المقابلة. أنت تخيل معي الفلسطيني اللي هجر من أرضه في عام 1948 وعاش في أوروبا مثلا، وهذا الفلسطيني تعاقبت الأجيال، إحنا بنحكي على تقريبا 3 أجيال، يعني يمكن صار في عنده أحفاد نعم ويمكن بالبير. أحفاده كمان صار عندهم أولاد كمان. نعم هل الأطفال هدول، هل في شيء في الدنيا بينفي كونهم فلسطينيين الأصل وكونهم إنهم طردوا من بلادهم وإنه بيطمحوا في يوم في حق العودة لبلادهم؟ أنا أعتقد إنه كل فلسطيني حول العالم ما عمره شاف فلسطين، ولا بس بسمع عن فلسطين وبسمع من والده ومن جده عن فلسطين، هو بتمنى اللحظة اللي يشوف فيها فلسطين واللي يشم تراب فلسطين واللي يرجع لفلسطين. ف يعني تقادم الزمان ما بضيع الحق ولا بحول الحق لباطل ولا الباطل لحق. باعتقادي بأنه اليهودي، ممكن نحكي أنه اليهودي اللي ولد على أرض فلسطين عمره 15 أو 20 أو 25 سنة كشباب، هو ما إله ذنب في أنه هو ولد على هذه الأرض، لكن بالنهاية هو له أصل، يعني بالنهاية هو جاء من دولة، أجداده ليسوا من هاي الأرض، نعم، يعني ولكن أجداده مش من هاي الأرض. يعني عبد العفو، في شغلة هون بتصير حتى بألمانيا، يعني في كتير مشكلة كبيرة من للأجيال الجديدة يلي أهلهم أجوا لهون لألمانيا كرمال يشتغلوا وجابوا أولاد بألمانيا، وهدول الأطفال ولدوا وكبروا وتعلموا وعملوا كل شيء بحياتهم بألمانيا، وهلأ أعمارهم 30 40 50 60 سنة ومعهم الهوية الألمانية والجنسية الألمانية حتى، ولكن بيتعرضوا للعنصرية من الألمان مثلا أو ما إلى هنالك. وهدول الناس يعني هن عندهم مشكلة الانتماء، فيعني هدول الأشخاص اللي مثلا خلينا نقول الإسرائيليين اللي ولدوا بداخل دولة فلسطين، خلينا نقول ونرجع لقبل 48، هدول الناس يعني بالنهاية مثل ما أنت تفضلت وقلت ما عليهم الحق بالشيء اللي عملته دولة وأجندة كاملة، مو دولة واحدة وإنما دول اللي ودت أنه تقام دولة إسرائيل. فيعني أنت برأيك كعبد العفو الشخص المقدسي اللي بيحب دولة فلسطين، أنت برأيك يعني عبد العفو شلون ممكن يصير في بأي طريقة أنت تتخيلها، لو كانت هذا الشيء خيالي وممكن ما يصير، ولكن أنت شو برأيك ممكن يصير بحيث أنه بدون ما يصير أي سفك للدماء، أنه كيف ممكن يصير في حل؟ سؤال جدا جدا يعني صعب، سؤال معقد. يعني ليش؟ لأنه أنت مضطر بأنك تصير تفكر في الغيب أو تفكر في أمور، أنت مضطر أنك تخلط الأحلام
بالواقع، بالإشي اللي أنت بتتمناه، بالإشي اللي ما بتعرف أنت هو راح يصير أو مش راح يصير، راح يصير على زماننا أو على زمن أولادنا. فزي ما حكيت لك أنا في البداية، أنا مؤمن تماماً إنه بالنهاية الظلم لا يدوم والحق بيرجع لأصحابه دايماً، ومهما طال الظلم يعني مصيره الزوال، مهما يعني بالنهاية أعمار الدول يعني تماماً مثل الإنسان، يعني الإنسان يعني يبدأ طفل ثم شاب بعدين خلاص، يعني بالنهاية في دول تنتهي وفي حضارات، التاريخ مليء بالحضارات اللي كانت وعاشت مئات السنين وانتهت، سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. فأنا أعتقد إنه يعني مهما طال الزمان يعني بيرجع الحق وبترجع فلسطين دولة وبيرجعوا الفلسطينيين، كيف بدون سفك دماء أو مع سفك دماء؟ والله يعني أعتقد إنه صعب نتوقع إيش ممكن يصير، لكن الإشي اللي أنا متأكد منه تماما بوجهة نظري، ما بعرف يمكن يخالفني كتير من الناس، إنه أعتقد إنه الحل بإنهاء الاحتلال بإنه يعيش الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني مع بعض بسلام، أعتقد إنه حل مستحيل وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع أبدا. مش لأنه إنه إحنا شعب بنرفض السلام، بالعكس السلام هو صدقني السلام إشي يعني رائع، ما بيتمناه ولا بيعرف قيمته إلا اللي بيفقده. يعني موضوع الحرب والسلام هو موضوع ما بحس فيه غير اللي عاش هاي الأجواء. فإحنا بنتمنى السلام دايماً، بنتمنى نعيش بسلام في مدينة القدس، في بكل فلسطين، بنتمنى نرجع زي ما كنا في قرانا وفي مدننا. فلسطين بتقبل جميع الديانات. محاولة تحويل الموضوع كصراع ضد اليهود نفسهم كديانة، أعتقد إنه هو تحويل لمفهوم أصلاً الصراع اللي إحنا بنعيشه في فلسطين. عبد العفو بسام، أنا بتشكرك جدا يعني على صراحتك وكلامك يعني، وأنا يعني وأنت عم تحكي معي أنا ملاحظ يعني قديشك أنت يعني تعرف كل كلمة عم تقولها وعم تشعر فيها يعني كمان، فهذا الشيء كلياته أنا بقدره وبتشكرك كتير عليه يعني. وبنهاية الحلقة أنا بهمني كتير أعرف من ضيوفي هدول الثلاث أجوبة على الثلاث أسئلة اللي بسألهم لكل ضيف عندي بالحلقة، واللي هن عبد العفو، انت كشخص كعبد العفو يعني كيف توصف حالك بخمس صفات؟ يعني خليني اقول انه عندي حب للاصرار على 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 الوصول للهدف، التميز بالإشي اللي بقدمه للناس كلها، الصدق والشفافية في كل يعني معلومة أو خبر أنا بقدمها من فلسطين أو للقدس لكل العالم. يعني أعتقد إنه شوي صعب الإنسان يوصف نفسه، لكن يعني أعتقد بس يعني إنه بحاول إني أكون زي ما حكيت لك عندي الإصرار على الوصول للهدف بكل صدق وبكل شفافية بكل يعني وضوح للناس. سؤالي الثاني عبد العفو، بما أنك أنت عشت ولدت وكبرت بمدينة القدس، أنا حاب أعرف منك شو لو بتقدر ترجع بالزمان لورا، شو بتحب تقوله لعبد العفو اللي عمره 10 سنين؟ بتحب تنصحه نصيحة؟ بتحب تقوله شيء؟ أنا صراحة يعني بلشت كتير بدري، خلينا أقول مسيرتي في عالم السوشيال ميديا يعني تقريبا من عمر 17-18 سنة، فرضت علي يعني وجودي في مدينة القدس ضمن هاي الأحداث بإني أعيش كمراسل صحفي وكناقل للأخبار وكمصور للأحداث، رغم إنه يعني رغم إني ما مش مهنتي أو مش دراستي هاي الإشي. فكنت بتمنى إني لو بلشت كتير أبكر ونقلت هاي الأحداث بشكل أوسع
يعني لو شو بحكي لعبد العفو وهو عمره 10 سنين انه امسك كاميرا وبلش وثق الاحداث. ليش؟ لانه في كل سنه احنا امام تغيرات كبيره، فاليوم اللي بتلتقطه عدستك اليوم هو يمكن يكون مش موجود بكره، واللي بتلتقطه بكره يمكن يكون مش موجود بعده. ففي مدينه القدس كل لحظه مهمه وكل حدث مهم انه يتم نقله لكل العالم. عبد العفو، شو بتحب تقول لحالك؟ شو هي الجملة اللي انت سمعتها، قريتها، او انت بنفسك ألفتها بتحب تقولها لحالك وقت الدنيا بتظلم؟ وقت الدنيا بتظلم بقصد فيها وقت انت تحس انه كل الناس عليك، وهي جملة هيك بترجع بتقويك. يعني أنا في جملة بحبها كتير، إنه كن متميزاً فالعالم سئم من النسخ المكررة. فأنا بحاول إنه بكل إشي بعمله أتميز، حتى لو بصورة إني ألتقطها بحب أتميز، مش لأنه يعني مش لأني بحب إنه يعود علي هذا الإشي بنفع معين، إلا لأنه بحب إني يعني أوفر لكل الناس إشي غير مألوف أو إشي يعني غير الناس اللي تعودوا عليه. فأنت نجاحك بتميزك، نجاحك بإيش أنت بتقدر تختلف فيه عن بقية الناس. شيء جميل، شيء جميل. بنهاية المقابلة بتشكرك من كل قلبي، وبتمنى لك كل التوفيق بأي شيء بتعمله. وقبل ما ننهي المقابلة، أنا بحب أعطي لكل ضيف الفرصة إنه يمسك الموبايل السحري، لأنه من خلال هذا الموبايل السحري فيك تبعت رسالة SMS لكل شخص موجود على هاي الكرة الأرضية، لكل شخص بغض النظر عن لغته، بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن عرقه، فيك تبعت رسالة بسطر واحد. شو حيكون فحوى هي الرسالة عبد العفو؟ الحياة أقصر من إنك تعيش بشكل بخالف مبادئك أو بخالف يعني قناعاتك الداخلية. ف يا إما بتعيش وإنت صادق مع نفسك وصادق مع غيرك، يا إما مش راح توصل يعني أبداً لأي يعني رضا أو أي يعني راحة، مهما يعني مهما عملت. طول ما أنت مش راضيان عن حالك، مش راضيان عن مبادئك، فأنت أبداً مش راح توصل لأي هدف أنت يعني بتحاول توصل له. شكرا كثير عبد العفو بسام، شكرا كثير على وقتك، وشكرا كثير على قبولك الدعوة. وأنا تشرفت كثير فيك من مدينة القدس، من جانب المسجد الأقصى الشريف، وبتمنى لك كل التوفيق، وبتشكرك على كل الآراء اللي أعطيتها بكل صراحة وشفافية، وبتمنى لكم السلام السلام السلام. بشكرك على هذه يعني المنصة اللي أنت أعطيتها جهدك ووقتك وتعبك، على اهتمامك في موضوع القدس وموضوع فلسطين. بحب أنهي في هذا اللقاء بإني أقدم لك شكري، وأكون سعيد جدا والله بإني تعرفت عليك وإني يعني عملت هذا اللقاء معك. وأنا كسبت صديق جديد يعني لألي، وبتشكرك من قلبي، من كل قلبي. وبتمنى لكم أعزائي وأعزائي المستمعين والمشاهدين، بتمنى أن تكون الحلقة عجبتكم، وبتمناكم كمان تتركوا رأيكم بالحلقة، يعني إن كان عن طريق الحساب الإنستغرام تبع عبد العفو، باعتبار أني أنا حتركه بالوصف. إذا بتحبوا تعطوا رأيكم بالحلقة، بتحبوا تعطوا رأيكم بالحلقة كمان عن طريق الكومنتس تحت يعني، وتكتبونا رأيكم ونتناقش بهذا الموضوع، يعني هذا الشيء كتير بهم. بتمنى تضلكم بخير، وهلأ بلكم سلام. Das war schon wieder mit Deutsch-Arabisch. Bis bald. كان معكم عامر في عربي ألماني. استنونا بالحلقات الجاية.